الخير، انا دكتور اسراء فوزي، استشاري امراض الجلديه في مستشفى وادي النيل ومستشفى الحوض مرسود. النهارده هنتكلم على psoriasis. طبعا كلنا عارفين psoriasis is a very common skin disease هنا في مصر. psoriasis مش بس بتأفكت السكين، بتأفكت كمان السكالب، بتأفكت النيل، بتأفكت التانك. ليها باترنز كتيره قوي، لكن الكومنست باترن psoriasis هي البلاك بيكتشر بتاعت البلاك او السكيلي ارسيماتس بلاكس على السكين. ممكن تأفكت السكالب في فورم بتاع سكيلز وارسيما، ممكن تأفكت النيلز زي بيتنج، هو كومنست باترن اللي ممكن تأفكت بيها النيلز، لكن ممكن كمان تعمل حاجات زي اويل سبوت والسالمون باتش، وممكن يكون ليها باترنز تانية زي باستيلر سرايسز. طيب ازاي هشخص السرايسز؟ مالي هشخصها عن طريق كلينيكال اكزامينيشن، لكن لو احتاجت ادينج تول هلجأ للدرموسكوب، وممكن لو انا بالنسبة لي قلقانة قوي ممكن اخد بايوبسي واعمل هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. مهم جدا عيان سرايسز اعمل له سكورينج، لان السكورينج ده هو اللي هيفرق معايا في ان انا اشوف الايفكتس بتاع التريتمنت اللي انا هديهوله. عيان سرايسز مش بس اونلي سكين بروبلم، لكن سرايسز ليها كتير كوموربيديتيز لينكد للسرايسز، من ضمنهم الدايابيتس، الاوبستي، الهايبرتنشن، الكارديوفاسكولار ريسك. فيا ريت عيان سرايسز ماخدوش بس كسول ان هو سكين ديزيز، لا انا محتاجه ان انا اشوف الكوموربيديتيز، لان ممكن اكون انا اللي اكتشفها وابعته بعد كده للدكتور البطنه، واكون جايدنج ان انا اكتشف اي مشكله عنده. وكلهم اتس لايك ا فيش سيركل، ان احنا لما لو سرايسز زادت بتزود الكوموربيديتيز، والعكس لما بنمبروف سرايسز بنمبروف الكوموربيديتيز اللي عند العيان دي كلها. هعالج السرايسز ازاي؟ ستيب وايز على حسب البادي سيرفيس اريا الافكتد. لو هي لوكالايزد ليجنز هلجأ للتوبيكال تريتمنتس، طبعا الكورنر ستون عندنا توبيكال ستيرويدز وكراتوليتكس. لو الموضوع سيستميك هبدأ افكر في سيستميك تريتمنتس زي ميستراكسيد، لاستراتين، سايكلوسبورين. وما انساش ان الفوتوثيرابي من اهم اللاينز اوف تريتمنت لعيانين السرايسز، وممكن كومباين الفوتوثيرابي سواء كان توبيكالز او اذر سيستميك تريتمنتس. ده يخليني اقلل من السيستميك تريتمنت اللي والسايد افكتس بتاعتها، وفي نفس الوقت ان انا استخدم حاجه للعيان كلونج تيرم تحسن مع الدنيا. طبعا دلوقتي الايرا او اللي نازل جديد في عيانين سرايسز ولاد بروميسنج ريزلتس جدا في تريتمنت هي بايولوجيك تريتمنت، لكن بليز مش كل العيانين هنشفت بايولوجيكس. طبعا البايولوجيكس از اوف هاي كوست هنا في مصر، فمش كل العيانين هلجأ للبايولوجيكس، لكن ممكن نريزرف البايولوجيكس للعيانين اللي عندهم بادي سيرفيس اريا افكتد كبيره، وفي نفس الوقت ريزيستنت للتراديشنال سيستميك تريتمنت ستايل. And thank you.